بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئه مماثلتين الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن ولي عهد المملكه المغربيه الشقيقه والى اخيه معالي السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومه المغربيه